يقول فضيلة الشيخ: هل الفتور في عمل الصالحات بعد رمضان دليل على عدم القبول؟ أنا أحس بفتور وأخشى ألا يكون الله قد تقبل مني. هذا لا ليس دليلا على أن الله لم يقبل منك، لكنه دليل على ضعف الهمة وعدم الرغبة. ولذلك ينبغي للإنسان أن يصبر نفسه وأن يحملها على العمل الصالح، لأن رمضان مدرسة في الواقع، 30 يوما أو 29 يوما تمضي وأنت متلبس بالعبادات المتنوعة، لا بد أن يؤثر على قلبك وعلى مسير، فاغتنم هذه الفرصة. أما أن نقول إن من عاد إلى المعاصي بعد رمضان فإنه علامة على عدم القبول، فلا نستطيع أن نقول هكذا.